يلا يا نينو، دقيقة ما طلع نوتيفيكيشن. اخس ما طلع نوتيفيكيشن يا مانياك. انا تاخذ وقتي، هيا هسه طلعت ماي ساند. يلا يا طلعت ماي كميوت، فتحت اول باك هو ابو 15000 فضخره. رجعت من الجيم يا زلمه، كل شيء ادخل جيم بريح. تغنيت لي معنين وجيم، بالله عليك هو حق مش عنين وحق اعضاك المنيا. كثر ما اوفر واتش خرب، بس رجعت العب اوفر واتش. ليش ما بعرف تسالنيش بصراحه، مش لازم اهتم بالرانك اوفر واتش يعني، ولا اهتم مش اكاونتي اصلا مين، لانه اصلا جيم واحد بالسهل تعب حاله عليها يا زلمه. امك بنيكا صوتي عادي عادي، مش مشكله واطي كثير. امك رح انيك، انا حط لك كريد انيك امك. يونس عليه السلام، والله سامي طلع له سامي، شوف طلع له سامي لازاري زين. جاهزين يا اخوان؟ الله اقوى بكش يا اخوان، تابعوا ستريم، انا ظل مغمض عيوني. ها تتوقعش كثير فيها عادي، اقول لك خلاص تظل فاتح. لا لا غمض غمض غمض، بس شفت انها وكات انا غمض، بس قولوا لي اذا شيء كويس. تذكر من خارك انت مش مغمض. لا هي هيك تمام. سوي سكيب سوي سكيب كذا سكيب بيج ولا مش بيج؟ بس بيج بيج تطلع الكوب افتح وليش الاشتاء؟ يا بس لا كويس والله، ثلاث ووك اوتات يعني. شوفين دوبليكيت يونس ابن الشرموطة ذيك قحبة. وانت حط هذا التحدي سريع، هذا 84 ريتنج ويت. ما هو وين بدي احطه؟ الايكون، انت ناوي تسوي الايكون؟ والله بسويها، ما عنديش مشكلة، بس مش المد ايكون، بدي المد اربيس عشان ارخص، انا عشان موجودة ما في ولا ايكون هذه اصلا. اوف
والله تتسوى سعد الله سعد الله وانا تبي هو اي واحد اللي بدها تيم مدويك هاي هاي الرش فيه بلش الرش راح زتاب زتاب انا حاجة تشرب لي سوستريم ابشر راح نبغى هيك فايرة تولف وز شفت فاتح ستريم؟ بد ايكون انا هنا قاعد اسوي اهلي تحلي افتح لي شرب لي خليك تبلش ولا ليش ولا ورك كاو يا اخوان عادي ده بيع دونين جوست اجين بتخش شو بيت يا زلمة ووك اوت انفورم ووك اوت برتغالي برتغالي كيف لما واحد يطلع له سكن سكال تروبر نفس القصة وشي شو بدافع عنه لانه شكله زي ازرق 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 لا انا ما احكي لما احكي ازرق يكون اشي حقه 200 ليرة مزبي بس صار حقه 200 ليرة كمان لا مش حقه 200 ليرة انتريدبل هذا يلا انقلب والله انتريدبل ازرق 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 ما قرينا بنين اتركهم اتركهم برتغالي والثاني هذا ايش طلع له راشفورد يس كالتروبر والله ثاني انا حكيت راشفورد كالتروبر راشفورد كالتروبر ما هو نفس الاشي بده برجر كالتروبر يا ولد برجر كالتروبر ولك يا رخيص والله بفوز عليك كل العاب الا فيفا يلا اقلب وجهك يلا اقلب وجهك ايش كود تصيصا كود اذا ما بعد بلوك اوبس 3 ما انت عواي صرت توكلش راسي اذا ما طيب يقول لك بلوك اوبس 3 كان لعيب استنى شوي صاحب اصلا بعد بلوك اوبس 3 انا ما بدي هت ما بدي هت على بعد بلوك اوبس 3 بعد بلوك اوبس 3 ضل في كود العالم يلا يلا وين المايك يا اخوان المايك شان الله خلصت بلعت المايك يا سامي طلع عندك كلمه حاب تحكيها ابلع ميوت عشان اعرف نسولف زي الزلم يا قبلان انا بهتش على الفاضي بلاك اوبس 3 كان احسن مني بس بعديها يعني صراحة ما فيش ولا كود شفت لعب فيها انه قطاع يعني بلاك اوبس 4 لعبت ولا كود انت وجلس انت لعبت يعني لعبت شو لعبت وورد وور 2 كنت احسن مني والله طول احسن انك انت وديه طيب انفيت وارفير انا ما لعبتهاش بلاك اوبس 4 انا ما لعبته بس ما جيت لعبته شهرين كنت احسن مني انا بحب انك زلمه قد حالك تعرف تجاوب متى وما تسكت خلصت كل فراسي بالله عليك لا تكرر طب تعال انزل لي 1 في 1 اوفر واتش كل فراسي بالله عليك خايفه؟ اجي لك كلان ولا دوطه رابع وهلا عم طيبني انت اللي فتحت الموضوع يا زلمه عادي تزعلش يا شيش اجي لك كلان بالله عليك تلاقي لك محل سكال تروبر انا يبيعك اياه برجر حلو هذا مص وزبي مص وزبي والله قصهم هيك فريق يا زلمه بيلعب جنكرات صار موطة وقتل حاله مريض الجيم اقسم بالله كل ما ادخل الجيم بلاقي شيء امرض من الثاني مش حاس حالي كثير طالع فوق الريتنج ايوه شو قولتك يا بنينو انا هسه بشوف تحلك هات شفت من ستريم لو تسويها بعدين بدك شير بلاي يا معلم اعرف لك من دي يطلع لك يعني الرش راح حلوه اخوان كيف اللي عن كوستوم هيك ايه طب عندك غيرهم قصدي لا بس هاي التشكيل ما عندكش هاي ريت طب كيف بدك تكمل الالعاب طب يونس وين اروح فيه يعني خليها بعدين شوف متى اكسبايرز الميد اعملها كرافت شوف متى بتخلص سبع ايام
وبدك 8 ايام تكون جايب باقي التشكيل يا حد. الحالتين معك 7 ايام ترجع يونت من كوك سيل ريكفري. الحالتين ما عنديش الاب. اسمع راح اطلب سيجارة من اخوي. سيجارة ايش؟ قطعي. شو بدي اقول لك هسه؟ دقيقة في 4 اللايف اهدى. لعكو سمك انا هيلني يا زلمه. لا لا يا شاب لعكو سمك قص اختك يا اخو شرمور. بقول اوقف قدامك. ليش يا زلمه؟ ليش يا زلمه؟ قص امها ام اللايف. نخل 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 اللايف اخوان ولعت مع ربي يا زلمه. قص امه قدامه واقف واقف قدامه يا اخوان. مش مضلش اتجوزوا كونتنت. العب العب مع ابعث البيت لشيشه خليه يلعب معك. شفت شكلة الشباب؟ الرش راح والرش فين؟ ما حط الشداع اليوم انت شكلك؟ ما حط الشداع اليوم؟ واحد بحكي سيدي قبل شي سنين العب منك يا زلمه. لوسيو قتلني وانتم مش قادرين تهيلوا. الله يلعن كسم يا زلمه يلعن كسم. كل خرا يا زلمه مش حياة ربك بطل فيه. ولك تبك ترى ولك ما عايش اليوم اللي تحتاج لواحد. هات انا بدي بلعب لك. شو بدك بس؟ والله كبير كبير من كبير. اوف عندي سيدور في البيت. ما امزح ترى قاعد يا جيم يا زلمه. ريكورد 3 مليار. انا بس بثانيه كفايه دخلت 30 جيم اليوم. اذا ضليت سهران عمرك شفت يا زلمه انا بتسوي ريلود 4 مرات عشان تهيل وانا واقف قدامها. يا مين هذي زلمه؟ طب يا اخوان مين اللي فاتح اللايف؟ كنافارو انا. الله زب على اللايف هس. زب اللي باللايف كله لعيون قبلان. يلا روح تكون مطعم وك انا على اللايف. الا نينو. يلا روح مع نينو. يعني هسه هو في 4 عزب 3 الا نينو. عليك يا اضرب اطلع ابن خالتي الصغير هس. اخوان مين يلعب اوفر واتش يسوي ثرو؟ انا والله اللي ما صالح. والله اللي ما صالح. ليش اعرق لانه خلص بس منفوز يا اخوان بعرض الدنيا. بس منفوز يا زلمه كش بس من 8 يكون منفوت اوبن كيو. انا عندي الاوبن كيو بس هيك عليه. ما عندي فكره بثمانية كش. لا فك بنحاول اذا ما زبطتش معنا هذا. ليش ما تضبط معنا؟ طلعت من اللايف. من زمان انا عدم المؤاخذة. عدم المؤاخذة انت مفروض انك توب 500 يعني تزعج مني. وهذا نفس الاشي سبكترا. وانا توب 500 بقدرش العب تانك والعب هيلر وفي دي بي اس. هذا الاشي اللي نفسي يفهموه يا قبلان. شو كاري يا زلمة من بكري واحد نفسي اخوان. افتح لي افتح لي يا افتح افتح لايف افتح لايف. اسف فهمك شو قصدي يا قبلان. انا مش قصدي اطخ عليكو بس قصدي انتو يعني تلعب تحت رانكو بجيمين يعني مفروض حتى هاي تقدر تكروها. ايزي طبعا ايزي بس فيش هيل فيش تانك مستحيل يا نينو. تو في 6 مستحيل حتى لو برنس. يعني انا ايش انا فيش تانك؟ كيف يلا تريح تريح فوت على اللايف مرة على اللايف. لا انا اللايف سكر رجع التليفون. والله زبت عزب اللي باللايف كله. يلا سلام. شو كوكسل؟